أثبت لي مازن حلمي في الحلقة الماضية أنه الند القوي الذي بدت أحسب له ألف حساب. أعترف أنني أحرزت التعادل بعد معاناة مريرة، وذلك بعد أن تصدى مازن لمعظم هجماتي. تابعوا مجريات هذه الحلقة، فالمباراة لم تنتهي بعد. لن أدخر جهدا في سبيل الفوز هذا اليوم. لقد غامرت بنفسي لأثبت لك أنني الند القوي الذي يستطيع هزيمتك. بقي من زمن الشوط الأول 7 دقائق، والنتيجة هي التعادل بهدف مقابل هدف. سأحرز هدف الفوز. هذا مجرد حلم. أنصحك بعدم الاقتراب. إنهم يراقبون مازن مراقبة شديدة في هذه المباراة. أبي. لم يتمكن ناصر ومهر من إعاقة مازن. لن تستطيع الإفلات من قبضتنا هذه المرة يا مازن. لا تخطئ. لم يصلح لاعبو ياسمين في إحكام سيطرتهم على تحركات مازن. أسرع يا مروان. وتنتقل الكرة من مازن إلى مروان ومن ثم إلى هائل. هيا فلندافع عن مرمانا. هل سيحرز فريق الأشبال هدف الفوز؟ لماذا أعاد هائل الكرة إلى القلب؟ بات من الواضح أنه كان ينوي تمريرها لمازن. يتقدم الآن ماجد من مازن محاولاً خطف الكرة. هل سيتمكن نجم فريق الياسمين من الاستحواذ على الكرة أم سيحافظ نجم الأشبال عليها؟ تابعوا هذا الموقف. لما لا تبذل أقصى جهدك يا ماجد؟ هل تشفق علي؟ لقد اكتشفت سر مرضي، أليس كذلك؟ وينطلق مازن باتجاه مرمى الياسمين بينما لا يستطيع ماجد اللحاق به. تابعوا معي هذه الهجمة أيها السادة. ما الذي يحدث؟ لماذا يتهاون ماجد في أداء واجبه؟ لقد علم ماجد بأمر مرضي، أنا متأكد. وتعلو الآن كرة مازن فوق منطقة جزاء الياسمين. ويرتقي هائل وناصر إلى أعلى لتسديد الكرة، لكن لكل منهما غايته. ويتمكن بشار حارس مرمى الياسمين من التقاط الكرة بسهولة، مضيعا على فريق الأشبال فرصة إحراز هدف. إنني أفهم تصرفاتك جيدا يا ماجد. لن أقسو عليك يا مازن. لقد تلبدت السماء بالغيوم، يبدو أنها ستمطر. بقي من زمن الشوط الأول 5 دقائق. سيزداد الأمر صعوبة إذا تساقط المطر فجأة. يتقدم ياسين من مرمى الأشبال بسرعة فائقة. لم أنتبه لياسين، فأنا لم أعد أرى إلا ماجد. هل سيتمكن ياسين من إتمام هذه الهجمة؟ توقف ياسين. إن ياسين محاصر تماماً. ممتاز، لقد أحسن التصرف. صرت بالفوز لأي سببين كان. يتقدم ياسين وماجد من مرمى الأشبال رغم المراقبة اللصيقة. ماجد، لن أرضخ للأمر الواقع. يا ماجد، هيا سددها يا ماجد. ستضيع الفرصة، هيا أسرع. يعتقد
حقيقة أنني غير قادرا على صد هجماتهم. وذلك لأهمية مشاركة هذا اللاعب وحضوره المتميز في الملعب. لا، لم أعد أحتمل. سأتحدث إلى مدربه بنفسي. علينا أن ننتظر قليلا. أم مازن، مازن، هل أنت بخير؟ اطمئن، ليس هناك ما يدعو إلى القلق أيها المدرب. كابتن مازن، لا تتدخلي. أفضل نقله إلى خارج الملعب. لحظة لو سمحت مازن. قلت لك اطمئن، أنا بخير. كابتن مازن. كابتن، اطمئنوا يا شباب، أنا قادر على متابعة المباراة. أنا بخير، استعدوا. حاضر. لماذا قسوت عليه طالما أنك تعرف حجم المعاناة التي جعلته يبدو ضعيفا أمامك هذا اليوم؟ انتظري لحظة. لا تحزن يا صديقي، أنت لم تتعمد الإساءة لمازن. أنا لم أقسو عليك يا مازن، بل قسوت على نفسي عندما قبلت بتحديك هذا اليوم. سنبذل أقصى جهدنا ريثما يعود الكابتن. أكيد. يبدو أنك متعب جدا يا مازن، لما لا توافق على استبدالك بلاعب آخر؟ لا يمكن. اطمئن، ربما أعتزل لعبة كرة القدم بعد هذه المباراة مباشرة. حقا؟ أرجوك دعني أثبت لماجد أنني لست ضعيفا كما يعتقد. كابتن مازن اهدأ أرجوك. إياك أن تخالف تعليمات الطبيب وإلا أصبت بأذى. هل تشفقين علي أنت أيضا؟ لماذا أخبرت ماجد بأمر مرضي؟ لماذا يا كندا؟ لماذا بحت له بالسر؟ اهدأ يا مازن، ربما كانت تنوي إبعاد الخطر عنك. إنني أدرك خطورة ما أقدم عليه تماما. دعيني وشأني. سيداتي وسادتي، انتهى الشوط الأول بتقدم الياسمين بهدفين مقابل هدف واحد. شددوا الرقابة على مازن منذ اللحظة الأولى، إياكم أن تفسحوا المجال أمامه لإحراز أي هدف. حاضر. إذا نجحنا في إحكام سيطرتنا على مازن سنضمن الفوز في مباراة اليوم، لذا استعدوا. لماذا قسوت عليه طالما أنك تعرف حجم المعاناة التي جعلت مازن ضعيفا أمامك هذا اليوم؟ لماذا قسوت عليه طالما أنك تعرف حجم المعاناة التي جعلته يبدو ضعيفا أمامك هذا اليوم؟ ماجد؟ ماجد، ترى ما الأمر؟ لاحظت أنك لا تبذل أقصى طاقتك. فعلا معك حق، ربما عزم على ادخار جهده لخوض المباراة النهائية. سيعوض ما فاته في الشوط الثاني. لست مقتنعا. اسمعوا يا شباب، هناك امرأة تطلب من مازن مغادرة الملعب حالا. أرجوك أيها المدرب، استبدله بلاعب آخر، سيزداد الأمر خطورة. ولكن لن يستطيع الاستمرار أكثر. أمي، أرجوك يا أمي، أنا أستطيع اللعب حتى النهاية.
يجب ألا يخسر فريقنا هذه المباراة. لا، دعك الآن من الفوز والخسارة. لقد اعتدت دائما ألا أخالف أوامرك يا أمي. أرجوك وافقي هذه المرة فقط. أبدا، هيا اتبعني. أرجوك دعي. لكن حسن، إنه جاند ثاني تماما. أرجوك ارحم نفسك يا مازن، فأنا لم أعد أرغب في تحديك. أرجوك لا تحملني ما لا طاقة لي على حمله. سنتابع المباراة تحت الأضواء الكاشفة. لماذا عدت يا مازن؟ لماذا عدت إلى الملعب؟ لا تكابر، أنت متعب، متعب. لما تدفعني إلى ما لا أرغب فعله يا مازن؟ أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين، لحظات ويبدأ الشوط الثاني من مباراة الأشبال والياسمين. إنها صافرة البداية، لن نضيع لحظة واحدة. كمان هيا تقدم يا ماجد، تقدم بسرعة. ماذا قسمت عليه طالما أنك تعرف حجم المعاناة التي جعلت مازن ضعيفا أمامك هذا اليوم؟ أثقيني، الأمر يكيد. مازن يعاني من مرض، قلبه متعب، متعب. ما الذي يدفعك إلى خوض مثل هذه المغامرة؟ لماذا عدت لتشارك في المباراة يا مازن؟ تحديك لقاس، أنت تعذبني، أرجوك ارحمني. حان الوقت المناسب. ماجد، ماجد، انتبه. لماذا تفكر يا ماجد؟ هيا تحرك، لما لا تستخدم أفضل مهاراتك في هذه المباراة؟ لقد وقع ماجد في مسكدة التسلل نتيجة لعدم انتباهه. ماذا تعني بقولك هذا؟ يحتسب التسلل عندما يتقدم اللاعب من مرمى الخصم لحظة انسحاب المدافعين إلى الخلف. أيضا يقوم المدافعون بهذا التصرف لحظة تمرير الكرة للمهاجم. ترى هل أوقع مدافعو الأشبال ماجد في مسكدة التسلل عمدا؟ هذا مؤكد، وتلك خطة ذكية من مازن على ما أعتقد. لماذا أوقع ماجد نفسه في هذا الفخ؟ لن تتقدم أكثر. اقترابه من المرمى يعني نهايتنا. ويتمكن ياسين من قطع التمريرة بكل مهارة. هل مستعدا يا ماجد؟ ماجد، ماجد، ها؟
أكاد لا أصدق. ما الذي يشغل تفكير ماجد؟ هذا لا يعقل. أوقعت نفسك في المسجد مرة ثانية. عليك أن ترتقي إلى المستوى الذي كنت أتوقعه منك، وإلا وقعت في المصادة مرات متعددة. ماجد، هيا اسمعنا. يا لهذه التمريرة الرائعة. أخبروني ماذا ارتطم بوجهي يا جماعة. لن تبلغ مرادك يا هائل. احذر يا تامر. ما تظن نفسك يا هذا؟ لن أسدد، فأنا أخشى أن يصاب مازن بأذى. تظاهر بالتعب فلعله ينسى الأمر. لما لا تبادلني التحدي يا ماجد؟ أسمع ضجيجا، يبدو أن أحدهم قد أحرز هدفا. يا لهذا الهدف الرائع، لقد سجل مازن هدفه الثاني بأسلوب يأخذ الألباب. لما كل هذه الحيرة؟ ترى هل سأرضى بالخسارة؟ لا يمكن، فأنا حريص على بلوغ حلمي. إذا كنت تعتقد أنك حريص على صحتي فأنت مخطئ. وليكن في حسابك أنني لا أقبل عطفا من أحد. ستحدد هذه المباراة مصيري في ميادين لعبة كرة القدم. لن أتوانى عن إحراز الفوز هذا اليوم. أشعر بالخوف، كم أخشى أن يهزم. تفائلي، لم تنتهي المباراة بعد يا نانا. ليتني أتوصل إلى معرفة سر هذا الخوف. هل بت فعلا غير قادر على التحرك؟ لست ماجد الذي أعرفه. هيا فلنتجه إلى منطقة الجزاء يا ماجد. ماجد، أين إرادة التحدي يا ماجد؟ ما بك؟ لماذا خيبت ظني؟ لماذا؟ لم أعد أمتلك أي رغبة بمتابعة اللعب. لم أعد أرغب في التحدي. كنت أحلم بخوض مباراة تجعلني أعيش على ذكراها مدى العمر. لا، لم أكن أتوقع منك كل هذا التراجع.
وأنت؟ لقد حطمت اليوم أغلى أمنياتي يا ماجد كامل. مازن، إنني أقدر مشاعرك هذه، لكنني لا أستطيع تعريض حياتك إلى أي خطر، حتى لو كان الثمن كأس هذه البطولة. أرجوك ابذل أقصى طاقتك، فما زال هناك متسع من الوقت. لا أستطيع.